أكد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله صالح الصماد أن الترويج عن تفاهمات وحوار مع السعودية ما هي إلا تغطية على فشل العدوان في تركيع الشعب اليمني. أكد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله صالح صمد أن ما يتم تداوله في بعض وسائل العدوان ويروج له الكثير من ناشطيهم عن تفاهمات وحوار مع السعودية تأتي في سياق التغطية على فشل العدوان في تركيع الشعب اليمني. وقال الصماد في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ذلك الترويج يهدف إلى تهيئة الرأي العام لديهم لتقبل أي تفاهمات قد تقضي إلى وقف العدوان دون أن يحقق أهدافه، كما يهدف إلى تخدير الرأي العام وتخدير الشعب اليمني لتصعيد خطير في مكان ما كما عهدنا في حالات سابقة. وأضاف ولإيضاح الصورة لشعبنا اليمني حتى لا يتم تزييف الحقائق، فما حصل في الأيام الماضية في الحدود هو لقاء أولي تم فيه تسليم أحد الأسرى السعوديين كحالة إنسانية نظرا لوضعه الصحي، مقابل تسليم عدد من الأسرى من الجيش واللجان الشعبية. ولقاء كهذا يحصل في الحروب، ولن يتأتى التسليم إلا بلقاء مع الطرف الآخر وتهدئة الوضع في الحدود لتهيئة أرضية مناسبة للقاء. وتابع رئيس المجلس السياسي ولأن وقف العدوان مطلب للجميع فلا مانع أن تستغل مثل هذه المبادرات لإيجاد قناة تواصل مع الطرف الآخر للاستماع لوجهات النظر والتفاهم لإيجاد آلية قد تقضي إلى حوار بعزة وكرامة يتم نقلها للقوى الوطنية للتشاور حولها لما فيه مصلحة البلاد. وكانت هذه التفاهمات أولية مبدئية تم خلالها تفاهم على خطوات تدريجية قد تقضي إلى وقف العدوان في حال كانت هناك نوايا صادقة لدى دول العدوان. ما لم فلن نخسر شيئا، وشعبنا هو شعبنا، وثقته بقيادته وثقة قيادته به لن تتبدل ولن يبالي بضجيج من هنا أو هناك. وأشار إلى أن من يحاول أن يزيف الحقائق فهو يعيش حالة من حالتين، إما أنه يهيئ نفسه لصفقة مع العدوان مستغلا تضليل العدوان، أو أنه يأتي في سياق مخطط العدوان نفسه لينال من القوى الوطنية وفي مقدمتها الجيش واللجان الشعبية والقوى الوطنية التي تقف في صف الوطن ضد العدوان وهز ثقة الشعب بهم. وأردف الصماد قائلا لذلك من الأهمية بمكان أن يدرك شعبنا اليمني العظيم أن المرحلة مرحلة وعي وبصيرة وصمود وتعزيز الوحدة الداخلية، وليحذر من التواني والاسترخاء، فالعدوان يعد عدته ويدفع بمرتزقته لتحقيق خرق في مكان ما، وعلى شعبنا ألا يصغي لمثل هذه الأصوات وأن يثق أن من وقف في وجه العالم من أجل عزة وكرامة شعبنا لن يساوم عليها مهما كان حجم التضحيات، وسيفتقدنا شعبنا حيث يكره ويجدنا حيث يحب ويرضى. واستطرد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله وفي مقابل هذا العدوان التآمر والتواطؤ الدولي المخزي، واجه اليمنيون كل هذا بصمود وصبر قل نظيره على مر العصور، وتسابق أبناء الشعب لبذل أغلى ما لديهم، فبذلوا أموالهم وأرواحهم وفلذات أكبادهم رجالا ونساء في سبيل الدفاع عن كرامتهم وعزتهم واستقلالهم. وقال صبر أبناء الشعب اليمني على ارتفاع الأسعار نتيجة الحصار وانعدام المشتقات النفطية والكساء والدواء والكهرباء والكساد التجاري، وبهذا الصمود وهذا الصبر والبذل والعطاء والتضحية استطاع شعبنا أن يقهر المتآمرين الذين حاولوا أن يجعلوه ساحة للفوضى والقتل والذبح، كما فعلوا ذلك في جزء غال من وطننا في المحافظات الجنوبية وأجزاء من محافظات تعز، فجعلوها ساحة للقتل والذبح والفوضى والامتهان، وأرادوا أن يعمموا ذلك النموذج السيء على بقية تراب الوطن، إلا أنهم فشلوا رغم وقوف العالم بأسره معهم وامتلاكهم أفتك الأسلحة وأحدثها التي لا تقارن مع إمكانيات شعبنا، إلا أنها تهاوت وتلاشت أمام عظمة وصمود شعبنا وقوته وصبره. وأضاف لأجل هذا الشعب العظيم الذي نعرف حجم المعاناة التي يكتمها الملايين من أبنائه آنفة وشموخا، طرقنا كل الأبواب وبذلنا منتهى التفاهمات وأسقطنا كل الذرائع الوهية التي اختلقها العدوان لشرعنة الاستمرار في عدوانه، وأرسلنا الوفود تلو الوفود إلى كثير من دول العالم لشرح مظلومية الشعب اليمني وبشاعة العدوان وضراوته، ولم نترك عذرا أو ذريعة رغم عدم أحقيتها، إلا بددناها كل هذا لأجل شعبنا الذي ننحني إجلالا لصموده ونتألم لمعاناته.
وأضاف: ومع ذلك لن ندير ظهورنا لأي تفاهمات أو مبادرات قد تفضي إلى وقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب اليمني من أي طرف كان، ونحن على يقين أن العدوان قد وصل إلى مرحلة من اليأس والفشل والهزيمة، وإذا كان سيرمي بتلك الأكاذيب والذرائع والمبررات التي حاول أن يشرعن بها لعدوانه، فلا مانع من التفاهم معه لوقف العدوان ورفع الحصار، فلعل وعسى أن تفضي أي تفاهمات لوقف العدوان، وهذا مطلب جميع أبناء الشعب اليمني وكل القوى الوطنية. واختتم رئيس المجلس السياسي لأنصار الله بالقول: الشعب اليمني يستحق أن نبذل أقصى الجهود لرفع المعاناة عنه، الذين يفترشون الأرض ويقتاتون ما تيسر من الطعام، والكثير منهم فقدوا من يعولهم، وهؤلاء العظماء هم غالبية الشعب الذين يجب أن نسعى لرفع المعاناة عنهم، التي لا يدركها الكثير ممن يقفون بكروشهم خلف الشاشات، فمأكلهم في مأمن ومسكنهم لم يمسه سوء ولم يفقدوا أي من أحبابهم. حرص العدوان على بقائهم لتنفيذ مخططه القذر تحت عناوين متعددة، فنصف معهم يتحدثون عن الوطنية والحرص على السيادة، وكأن عاما كاملا لم يكن كافيا لتسقط كل الشعارات الزائفة وتسقط فيها الكثير من الإقلاعات. وقد رأينا من كانوا يدعون الوطنية ويحاربون التدخل الخارجي المزعوم قد جاءوا يتلحفون أعلام العدوان، ممتطين ظهور آلية العدوان، يقفون جنبا إلى جنب مع المعتدي ضد أبناء شعبه.